دائما بيقولوا انه ما في اكل لحتى تعمل عالم، نحن بنقول انه الاكل موجود بس طريقه توزيعه هو الغلط. اذا بدنا نحكي بمنطلق المنطقه هون، مش حنحكي بالبلدين العربيه كمان، في عندنا بس بلدين هن مأمنين حاجتهم الغذائيه بالزراعه يلي هن سوريا والسودان اذا فينا نقول، عندنا مصر وعندنا المغرب وعندنا تونس يلي كمان مأمنين جزء من الزراعه تبعهم، والباقيين كلهم بيعتمدوا على استيرادات الاكل تبع الاكل تبعهم. نحن مشكلتنا الاساسيه بالبلدان العربيه هي نقص المي، حتى كمان فينا نقول الاراضي، لانه نحن اذا بناخذ لبنان بشكل خاص الاراضي هي مقسمه، ما عندنا مساحات هائله من الاراضي وكلها مقسمه مساحات صغيره، لانه حسب الوراثه اذا مثلا بي ورث اولاده بيعطيهم شقفات ارض صغيره. بس انه انا كمان برجع بشدد انه المشكله الاساسيه هي هيدا هو سؤال هيك شيء. يلي طيب، اذا بدي احكي شوي عن المشاكل الموجوده عندنا بالمنطقه حسب القطاع الزراعي، اذا ببلش بلبنان فينا نقول نحن انه قطاع الزراعه عم بيواجه مشاكل نسبه لانه كلفه الانتاج عندنا كثير 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 عاليه. عندنا المواد الكيميائيه كثير غاليه، عندنا السماد كثير غالي، اذا نحن كمان حتى الارشاد الزراعي نحن ناقص عندنا بالمنطقه، لانه اذا الارشاد عم بيكون عباره عن الشركات الزراعيه اللي عم بتبوع منتوجها الكيميائي، يعني اكيد لمصلحتها تبيع اكثر، فعندنا بيكون الانتاج غالي، حتى اليد العامله كمان عندنا غالي. بالنسبة لغير مناطق، هلا أنا في قعدت شوي مثل اليمن لأنه اشتغلت فيه شوي، اليمن عندهم مشاكل المي وعندهم مشاكل القط، يلي هو عم ياخذ ثلاث مرات المي اللي بيستعملها البلد للزراعة. إذا بنحكي على الخليج، الخليج عندهم مصاري لحتى يزرعوا بس ما عم يقدر يزرعوا عندهم لأنه المنطقة عندهم أما التربة ما بتسمح لهم، فعم يروحوا عم يستصلحوا أراضي وعم يستثمروا أراضي من بلاد مثل السودان. مصر ماشي حالها بس مصر دخلوا لها هلا الكائنات المحوره وراثيا بشكل خاص، لانه بلاد كبيره وفي عندهم 84 مليون شخص لحتى يطعموا، فكتير اسهل لهم انه يفوتوا الكائنات المحوره وراثيا. يلي للاسف ما عم بيكون في سياسات لحتى تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص عندنا بالمنطقه. اذا بحكي يعني اذا بحكي على صعيد لبنان، مشكلتنا اكثر عم بتكون انه يعني عم يمضوا اتفاقيات تجاريه حره، عم يمضوا اتفاقيات ثنائيه، عم يمضوا اتفاقيات حتى بالمنطقه، يعني بالمنطقه ذاتها مثل تيسير العربيه يلي هي بيفكروا انه هن لمصلحه الزراعه بس ما عم تخدمها اكثر، لانه نحن بمنطلق ما عندنا هالتنافسيه الزراعيه الموجوده، لانه ما عندنا اتفاق ذاتي بالاول. يعني نحن القطاع الزراعي كثير خفيف، مش خفيف، ضعيف بالمنطلق، يعني فما فيك انت تيجي تفوتي بقطاع ضعيف هالقد وتعملي تنافسيه تنقول اذا ما بدنا نعملها على الاتفاقيات الثنائيه. مثلا نحن ماضيين اتفاقيات ثنائيه مع سوريا، بس نحن الدوله تبعنا شو عم بتقدم لنا كمساعدات؟ سوريا دولته كثير عم تقدم له مساعدات، لانه مثل ما قلت بالاول انه سوريا هي من البلدين الوحيدين، هي والسودان البلدين العربيه الوحيدين عندهم اتفاق ذاتي زراعي، فهيدا كمان سبب اساسي انه بتخافي. هلا كمان في يعني لبنان عم يستعد لحتى يدخل بمنظمه التجاره العالميه، وهيدي الشغله لحديت هلا نحن جربنا كمجتمع مدني، عملنا تحالف مع عده افرقاء هون بلبنان لحتى نجرب انه نتحاور على يعني اذا مش على شيء انه طب لوين رايحين نحن؟ كيف بدهم يمضوا هيك اتفاقيات بلا ما يكون في شفافيه معينه لحتى تحمي المزارع الفقير المعتر؟ مش عم نحكي على المزارع الكبير بس المزارع الصغير لتحميه، انه هو كيف بلده فايت مفوته بهالمنافسه يلي هو ما يعني ما نؤدى حاليا ولا باي شكل من الاشكال. يلي بالنسبه للبنان، نحن بجمعية الخط الأخضر Green Line Association اشتغلنا كثير على حملات توعية بما يختص بالزراعة، بلشنا قبل بمكافحة يعني جربنا ندخل IPM يلي هو Integrated Pest Management، ما بعرف شو بسموها بالعربي بس مثل ما بتلاقوا الترجمة بركي اشتغلنا على الزراعات العضوية، كمان شددنا كثير على إنه نشتغل على تأثير الكائنات المحورة وراثيا أو GMOs Genetically Modified Organisms ودخول لبنان على منظمة التجارة العالمية. بالنسبة للكائنات المحاورة وراثية، إذا في فوت شوي بالتفاصيل بهذا الموضوع، انقال إنه نحن بلدنا ما في كائنات محاورة وراثياً، ولحديت هلا بعد ما أدخل لأنه مش لصالحهم يفوتوا منظمات، مش منظمات تنقول إنه شركات متعددة الأطراف، مش لصالحهم يفوتوا جي إم أوز على البلد لأنه ما في مجال للزراعة لأنه أراضينا كثير صغيرة. بس نحن ما فينا ننسى انه العلف كله بزار العلف كله مستورد من برا، واذا بدنا نشدد على الموضوع هو الذره يلي حسب
بحث انعمل بجامعة الأمريكية، ما فينا إذا فينا نلغي هدول يعني، بس إنه انعمل بحث وطلع إنه يمكن يكون في كائنات محاولة وراثية، إنه من يعني ما صار في دراسات ما كفت للآخر، بس إنه في مجال. كمان بأيام الحرب بال 2006 سمعنا إشاعة، يمكن ما كفينا الدراسات عليها، بس نحن ناويين الله رد نفوت نعمل بحث عن الموضوع، إنه تفوت لنا على لبنان كائنات محاولة وراثية بالأمر. مشكلتنا الأساسية هو نحن بنعرف إنه هذه المنطقة يلي بسموها الفيرتايل كريسنت هي الحاضر، هي السورس، هي مصدر الإبدار تبع القمح والشعير بكل العالم. يعني إذا تدخل الكائنات المحاولة وراثيا للقمح بلبنان، معقول كثير نحن يصير في عنا الكونتامينيشن أو تلوث فيه. بالوطن العربي وعم نقول قد ايه اساسيه المي وقد ايه هي بتشكل فعليا واحده من اهم اسباب السلبيه اللي عم تتعرض للزراعه، فنحن من هون بنحب نقول انه لازم الموارد المائيه انه نقدر نعمل اداره سليمه لحتى نحسن من استخدامها ولحتى نقلل من هدرها. وشغله ثانيه كمان لازم نحن نجرب حاله بكل بلد عربي يكون عنده اكتفاء حتى لو قليل بالزراعات الاساسيه اللي هو بيعتز لها قبل ما نفكر حتى نعمل ننافس غير بلاد، لانه يعني المنافسه من اساسها غير عادله، فما فينا نفوت فيها هيك قبل ما نحن نكون مكتفيين. مش حقول لل 100% بس على القليل نامن الامن الغذائي يلي هو اساسي. بالنهاية بنحب نقول إنه إذا بنستعرض تاريخياً المجتمع الزراعي، كان المجتمع الزراعي يعني بمناطق ريفية كان هو السائد، يعني كانت النشاطات اللي بتنعمل الزراعية، العالم كانوا هن يزرعوا ويستفيدوا من أكلهم، وما كانوا كتير محتاجين، يعني نسبة الاستيراد هلا كتير صارت أكثر من قبل. يعني إذا بناخذ شوي إنه ثلاث أرباع البلدان هلا إنه عم تستورد أكثر ما هي عم بتصدر، عم بحكي البلد العربية بشكل خاص، وكمان إنه هلا صار في كثير إنه كثير عايزين الموارد الطبيعية، كثير عم نرك عليها، يا إما إنه كيف نقول عم نرك عليها، عم نستعملها، عم بيصير في كثير ضغط على الموارد الطبيعية، فمن هون وعم تغلى كمان أسعار السلع والأسعار الزراعية كثير غالية، فإذا نحن فينا نبلش نعمل اكتفاء ذاتي، نعمل امن غذائي، من هون بنبلش نحن فينا نتحكم باسعار المواد الغذائيه بالعالم. وحتى كمان بس بدي انهيها بشغله، انه الاردن اجى قرار ملكي بسنه 2009 انه ينعمل سنه 2009 هي سنه الزراعه، فمن هون قد ايه اهميه العالم كيف كلها عم ترجع على الزراعه بشكل خاص. وشكرا. اذا بنستعرض تاريخيا بنشوف انه كان المجتمع الزراعي الريفي كان له كثير قوة ولا أساس أكثر من قبل، لأنه كانوا العالم هن يزرعوا ويستفيدوا من مزروعاتهم وما كان عندهم مشكلة ما كانوا يستوردوا هالقد، بينما هلا إذا بنحكي على ثلاث أرباع البلاد العربية بتستورد أكثرية سلع زراعية من الخارج، ومن هون إنه غلى الأسعار بيتحكم فيهم، يعني إنه لأنه هلا الأسعار الزراعية الأسعار المنتوجات الزراعية كثير غليانة، فهيدا الشيء عم بيأثر كثير على المجتمعات العربية. كمان بال 2009 الأردن اجى قرار ملكي يقول انه الاردن حتكون سنه الزراعه، يعني اذا بتشوفوا انه كل العالم عم يرجعوا على الزراعه، فمن هون اهميه واساس نحن نطور زراعتنا ونهتم فيها اكثر ونحط لها ميزانيه اكثر لحتى نساعد يعني مش بس نساعد المزارعين اللي عم يشتغلوا يلي عم بيكونوا نسبه كثير كبيره من المجتمع العربي، لا بل انه نساعد بلدنا لحتى ما يكون هالقد متكل سلعيا وزراعيا على بلده. Really?